ضيفة الليلة بيفوح منا عطر الشام والياسمين، دمشقية القلب، عربية الهوى، كتبت حروف وكلمات شهرتها بنسمات عليلة حلقت معها بسمى الفن السوري والعربي. اسم على مسمى، وفاء، وشو حلو الوفا. هي هيك وفية لفن المميز، وفية لاسم اللامع، وفية لوطنة يلي حاملي رايته مع وين ما راحت. كتاب الشهرة الليلة مع النجمة السورية وفاء مصلي. نجمة وفاء مصلي، أهلا وسهلا فيك بكتاب الشهرة، نورتينا بلبنان. تسلم. وأخيرا عن جد، وأخيرا ليلى، أنا وأنت رح نوقف على أبرز محطات مسيرتك الفنية من أول ما خلقتي لليوم، لنشوف كيف صنعتي اسم وفاء مصلي، النجمة اللي بنفتخر فيها بالعالم العربي. قبل ما ننطلق سوا، بيقولوا كتاب الشهرة الخاص فينا عادة بيكون سيف ذو حدين، من جهة بيفضح اللي جواتنا ومن جهة بيثبت براءتنا قدام الجمهور. أنت أي جهة بتقلقك أكتر؟ ما بيقلقني شيء أبداً، بالعكس يعني على الطرفين أنا ما بيقلقني شيء. ليه فكرتي قبل ما تجاوبي؟ لأنه عم فكر، ما فكرت قبل هالمرة بهالسؤال يعني، فأنه ليه بده يقلقني؟ لا ما بيقلقني أبداً. خلينا ننطلق بكتاب الشهرة الخاص فيك، وأكيد أول محطة هي تاريخ ميلادك وطفولتك. أنت خلقاني بواحد تشرين الأول عام 1959. طفولتنا ست وفاء هي الذكرى الوحيدة اللي بتخلينا نبتسم كل ما كبرتنا هموم الحياة. بأي لحظة حسيتي فيها أنك بحاجة ترجعي طفلة بريئة؟ ولا مرة حسيت أنه أنا بحاجة أرجع طفلة، لأنه الممثل المفروض يبقى طفل، يبقى بداخله طفل، لأن الطفل كتير بيعتمد على الخيال والتخيل، والممثل أهم عامل أو أهم صفة فيه أنه هو يكون قادر على الخيال والتخيل. بس وفاء الطفلة حملت مسؤولية لنفسها أكبر من عمرها، شو السبب؟ مو أنا حملتها، هي طبيعتي. شو صار؟ ما صار شيء، بس أنا بطبيعتي يعني بحب أنه أحمل، مو بحب أحمل مسؤولية. أي شيء بشوفه قدامي فأنا بلاقي حالي معنية أنه حله أو أنه يكون طرف كتير مهم فيه. مع أنك أنت منك الكبيرة بالبيت، بس دايماً كنت بتحرصي على الاهتمام بإخواتك وبعائلتك. صح، وبرفقاتي إذا بدك، إن كانوا بالمدرسة ونحن صغار، ولا إن كان حتى مدرساتي. يعني أنا واحدة من الناس اللي كنت حس أنه أنا معنية بإني جيب مساحة اللوح، فكان مساحة اللوح تقص إلها، وكل سنة أنا كنت جيبها، وكنت جيب العلم، يعني العلم اللي بينحط على طاولة المدرس، هذا كنت حس أنه أنا معنية فيه. حسيتي بالمسؤولية من أنت وصغيرة، واليوم هالمسؤولية حاملتيها اتجاه أهلك اللي بتحرصي تماماً أنك تبعديهم عن الضوء. يعني ما منعرف تفاصيل عن والدة وفاء مصلي، عن إخواتها، عن والدها، شو السبب؟ أول شيء أنه أنا مو بس بحرص بالنسبة لأهلي، حتى بالنسبة لأصدقائي وصديقاتي وبيعرفوا هذا الشيء. أما موضوع أنه ما بذكر السبب، أنه حياتي الفنية حياة خاصة فيني، وكل ما عدا ذلك اللي هن أهلي ما نم مضطرين. هن طلبوا هالأمر؟ لا أبدا. فضلوا وفاء الإنساني على وفاء النجمي؟ لا ما بيفضلوا، لأنه هني بيعتبروا وفاء الإنسان هي وفاء النجمة، وأنا ما بعتبر أنه نجمة، ما كتير يعني بحسها مهمة، بحس أنه فنانة قديرة، فنانة موهوبة، بحسها أهم من كلمة نجمة. ما لبستي قناع النجومية يوما؟ لا لا لا، هذا القناع نهائيا ما لبسته. خلينا نرجع شوي للأمومة وحياتك العائلية. الأمومة عادة ما شرط تكون بعد الزواج، أنت أمومتك خلقت معك بالطفولة، وصار هدفك أنك تساعد اللي حولك وكل شخص عايش معك بالبيت وبدائرتك. يعني كنت دايما تشتري لأخواتك بعيديتك. أنا كنت حس أنه بالسعادة وقت اللي أنا بقدم أي شيء لحدا، لو من العيدية تحديداً وقت العيد، يعني كنت حس بالسعادة لمن اشتري فيها شيء وقدمها لحدا من أهلي. بس أهلك ما قصروا معك، يعني أنتم من عائلة مرتاحة مادياً، صح؟ مرتاحة جداً جداً، وما حدا بحاجة نهائياً. والدك شو كان يشتغل؟ هلأ والدي كان يشتغل طبيب تخدير.
بس يعني قايم بكل الواجبات على أفضل وجه. بس أنا كنت يعني إحساسي تجاه الآخرين يعني تجاه أهلي إنه كنت حس لازم إنه هذا الشيء أعمله، كان هذا يسعد لي مو يسعد الطرف الآخر. أنت من أنت وصغيري كنت تحب تكوني القائد، يعني في حب القيادي بشخصية وفاء مصلي لدرجة إنه كان همك الأول بحياتك هو تحرير فلسطين. صح. وتدربت منيح بعدة ليالي أنت وأختك. صح. شو القصة؟ أنا وأختاني جيلنا كان عنده قناعة مطلقة بأنه هو يعني لازم يساهم بتحرير فلسطين، لازم كل الدنيا تساهم بتحرير فلسطين. فنحن بدون الكشافة بدون أي منظمة أو أي شيء كنا نتدرب ليلاً، وكثير من الأحيان في نعسانين وبردانين بس نتدرب، وكان عندنا قناعة مطلقة أنه نحن حنساهم بهذا الشيء. اليوم مع كل هالتغيرات بالعالم العربي بعد هالقضية من أولوياتك بكل شفافية؟ هلأ القضية يعني صارت أنه ينقام الضيم من عن الشعب الفلسطيني، يعني الضيم عم بيصير كتير كتير يعني محزن ويكاد يدمي القلب حقيقة يعني. فهلأ صارت يعني أقصى طموحاتنا أنه يعني ياخذوا قليلا من العدل أقل ما يمكن. بكل صراحة ست وفاء، اليوم إذا تم دعوتك لفلسطين لتكريمك على مسيرتك الفنية، ولكن لتفوتي إلى فلسطين بدون يختمولك على باسبورك بالختم الإسرائيلي، بتوافقي أو لا؟ أنا زرت غزة وما ختمولي. لكن كيف فتي؟ أنا فتت عن طريق معبر من مصر إلى غزة مباشرة وما ختمولي. أكيد أنا ما بقبل أنه ينختم غير من قبل أصحاب القضية وأصحاب الأرض. حبك لفلسطين ما منعك أنك تدرسي أيضاً طلاب بحارة اليهود بسوريا، برأيك شو الفرق بين اليهودي والصهيوني؟ هلأ لألك شغلة، اليهود السوريين هن سوريين، وأي قومية هي قومية، فما في يعني أنا مثلاً عائلتي في عندك إسحاق موصلي، إسحاق الموصلي مثلاً، في عندك من كل الأديان من كل الطوائف من كل الأقاليم، عائلة كبيرة كتير. هذا لا يعني أنه أنا بأخذ يعني أنه موقف لا. أما بالنسبة أنه شو الفرق بين هون وهون، أكيد الفرق كتير كبير وشاسع، لأنه اليهودي ينتمي إلى البلد اللي هو موجود فيها، يهودي روسي يهودي أمريكي، بينما الصهيونية فيها كثير من العنصرية وعندها أيديولوجيا أنا ماني موافقة عليها قولاً واحداً ومن الـ A to Z. حلو. والدك توفى؟ صح. وأنت حالياً بتهتمي بالوالدة، الله يطول بعمرها. صح. صار معها كذا جلطة وحالياً هي بالبيت معكم. عطائك لوالدتك شو ناطرة مقابل؟ علي لألك شغلة، هي أول مرة أنت بتطرح هذا الموضوع، هذا الموضوع أنا مسكر عليه تماماً، ما بحب ينطرح على السوشيال ميديا وما بحب أنه أحكي فيه، وما بحب، أنا ما بعتبر مزاودة إذا حدا حكى لا، بس أنا بالنسبة لألي بعتبره هيك. بالنسبة الله يرحم والدي طبعاً، الله يرحمه. بالنسبة لوالدتي دائماً أي إنسان مريض هو حالة خاصة قائمة بذاتها، طبيب ممكن يوصف أدوية، ممكن يعطي إبر، ممكن، بس هو ما بيعرف هي الحالة كيف تفكر كيف تحس. يعني أنا لما ماما صار معها هيك سألته للطبيب أول شيء إنه هلأ وماذا بعد، فقال لي الأدوية، قلت له لا أنا ما عم بحكي على هذا الموضوع، ماذا بعد كيف بده يكون إحساسها، فقال لي بالفترة الأولى حتكون مستغربة، بالفترة الثانية رح تدوج، بالفترة الثالثة رح تستسلم. فأنا تقبلت الفترة الأولى والثانية، بس الثالثة وقفت عندها مثل ما أخواتي وقفوا عندها. ماما كانت تكتب شعر وأنا بدي لاقي طريقة، وهي ما بتلتقى بلحظة، يعني أنا بدي يكون لسان قلبها وعقلها وروحها، بدي يكون أذن لحتى تفهم النقمة، يفهم النقمة اللي هي بتتحركها، أو الصوت الغير مفهوم شو بتقصد فيه. فكان بالنسبة لي وهو وكأنه رسالة دكتوراه بدون شهادة،
يعني كيف في أطباء متخصصين بحالة معينة تتعلق بمرض معين متكرر وموجود، ولكن خاصة الأطباء النفسيين، ولكن هذا الإنسان بده خصوصية. فأنا سخرت نفسي كرمال هذا الشيء، وبتعاون أنا وأختاني كرمال أنه كل واحد لقى شيء جديد أو لقى من رنة الصوت من النوتة تبعها، لأنه نحن منعرفها منيح. ماما كانت، يمكن أنا أخذت القيادية منها، كانت هي اللي ماسكة البيت، هي ملكة البيت، هي اللي توزع المهام، هي كل شيء. كتير مهم أنه أنا أرفع لها معنوياتها، كتير مهم أنه هي حسسها أنه مو أنت قدمتي لنا فنحن هلأ عم نقدم لك، لا أبداً مو هيك الموضوع. هي وجودها كتير 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 مهم، وحقيقة مهم. بكل صراحة، ست وفاء، الموت أم المرض بيكسرك أكتر؟ أنا اللي كسرني أنه توفى والدي بدون ما أقدر ساعده كتير. بس أنا يعني صحيح حزينة على مرض ماما، بس الحمد لله عم تتاح لي الفرصة وعم بتعلم منها، لهلأ عم بتعلم منها أنه كتير أشياء عم بتعلم منها، الصبر عم بتعلم منها، نظرة عيونها. أنا ممثلة وأنا مادتي الإنسان، فما بالك هذا الإنسان اللي له وضع وظرف خاص. لمن أنت بتشوف مشاهدك عم يتفاعل معك، فما بالك الأم لما هي عم تتفاعل معنا نحن كأخوات، وكيف عم نتعامل معها. وأنا بالذات كوني ممثلة، قلب عيونها، شعاع عيونها، أو لما هي أنه خلص ما عاد بدي أحكي، فبحس أنه لا، وصل حالة مو من الملل، وإنما أنه خلص يعني أنا تعبت وما عاد بدي خليه. عم تعطيها بحب والغصة على الآن هون؟ أبداً ما في غصة، صدقني ما في غصة. ولما بحكي عن ماما ما بحكي وببكي أبداً، أبداً ما عندي حكي وبكي. دائماً لما بحط راسي على المخدة بفكر أنه أنا بكرة بدي أشوفها، وبكرة أنا بدي طعميها. ولأنك عاملي واجباتك على أكمل وجه، ما بفكر بموضوع أنه هذا واجب أو غير واجب. بس أنا هذا الشيء عم يمتعني كتير وعم يسعدني وبصدق. الله يطول بعمرها الوالدة ست وفاء. خلينا ننتقل للبدايات الفنية بكتاب الشهرة الخاص فيك. بعد مرحلة الثانوية كان التوجه نحو فرنسا لدراسة الهندسة، ولكن أمك وقتها دعت أنك ما تروحي وانقبلت دعوتها، وبقيتي بسوريا لتكوني ضمن الدفعة الأولى بالمعهد العالي للفنون المسرحية. صحيح. شو صار؟ وقت اللي طلع إعلان أنه حيصير في معهد عالي للفنون المسرحية، فبابا عم بيقول لها أنه تخيلي لك صار في معهد عالي. فماما صرخت وقالت لي أنه في معهد عالي. تركت، كنت عم ضب تيابي بقيان 3 أيام لسافر، ركدت وانبسطت كتير. وأنا كنت حابة المسرح الغنائي على حبي للسيدة فيروز. هالقد؟ ايه. فهو كان اسمه المعهد العالي للفنون المسرحية، فكرت انه في قسم من الأقسام هو المسرح الغنائي. فقدمت، والدي هو الله يرحمه هو اللي قدم لي، وماما كانت كتير سعيدة وعم تدعي كل الوقت. وكان في أكثر من 3000 شخص قدمين، وأنت طلعتي السابعة صح؟ السابعة صح. التفوق كان حليفك وقتها، ولكن أكلتي أول صدمة لما انطردتي بسبب مشاغبتك. إيه. ليه؟ أنا عازفت بيانو وعازفت أكورديون، فمرة كان الدرس تبعنا في مسرح القباني، وأستاذنا الله يرحمه فواز ساجر إنسان كتير كتير جدي، فبيوم من الأيام بيدخل على المسرح، أنا بكون عم بعزف على البيانو، فبيقول مين اللي عم يعزف على البيانو؟ يبدو كان أنه في أمسية موسيقية بهذا اليوم. فقلت له أنا، وبعرف أستاذ، بعرف بعزف يعني. قال لي انزلي وبلا زعرني. أف. أنا يعني نحن بيتنا ما في أي هذا الكلام، ما في. شو ردة فعلك كانت؟ فقلت له أنا، هل عم بتزعرن؟ هيك قلت له. فقام قال لي أيوة. قلت له أنا ما قلت لك، أول شيء كنت أنا ما عم بتزعرن، بعدين قلت له أنا ما قلت لك ما عاد تزعرن، أنا عم بقول لك ما كنت عم بتزعرن. وطردك. قام قال لي تفضلي اطلعي لبرا. والنتيجة إنه كان في سينما، فتت قطعت بحياتي ما دخلت لحالي، قطعت وقعدت، وكل الوقت بتذكر انه انا عم ببكي، ولحد الان متمنيه انه بهداك التاريخ اعرف شو كان الفيلم. انت من ضمن دفعه ال81، وهي الدفعه الاولى بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، وكان لابا دفعه العباقره، كان فيها جمال سليمان، ايمن زيدان، فايز قزق، وكتار غيرهم. اليوم اذا بدك تلتقطي
صورة مع شخص واحد من بين كل هالأسماء بالدفعة، مين بيكون؟ يعني كتار من رفقاتي شخص أخواتي. واحد يعني ليه عندك هي القصة أنت ليه؟ يعني هلأ أنا مثلاً أمانة ملتقية أنا وياها دائماً دائماً ومعروفة إنه هي رفيقتي. بحب إنه مع إنجيل يوسف. إنجيل يوسف كانت هي مشرفة، هي بتختار يا للصورة بختارها، وهي كانت مشرفة دوبلاج ومسافرة، فبتمنى أنه قالوا له لبيك معهد رقص شرقي مش معهد تمثيل بالسنة الثالثة. بالسنة الثالثة أوقات الأهل ست وفاء بينجر ورا كلام الناس وبيجرحونا بحجة الخوف على سمعتنا، شو قصة هالمقولة؟ حدا همس بإذنه وحدا تاني أكد وهي أقارب أصدقاء؟ لا 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 أبدا، مو الأقارب أبدا ولا الأصدقاء، وإنما حدا من برا يعني حرضوا ضدك. إيه فقالوا لي لا انتوا عائلة ومدري شو، يعني اسمنا منيح يعني نحن. فعلى قد ما حكوا حكوا حكوا، فأنا كنت عم أعمل بروفا جنرال لتاني يوم عندي فحص التمثيل، فإجا على المسرح وقال لي لو سمحتي تفضلي بدي قدام أحكي الكل. معك قدام الكل. فقال لي إنه لو سمحتي بدي أحكي معك، فإجا حكى معي قال لي هيك هيك عم يقول. قلت له هذا الحكي مانو مزبوط، وأستاذي دارس وشخص وهيك. فأستاذي تدخل وقال له لو سمحت بكرة في عندها فحص فخليها هي رايقة وكذا. فقال له إنه يعني أنا آسف وهيك. فقال له بطلب منك إنك تروح على البيت وهلا وفاء بس تخلص بتجي. وقال لي معلش فوتي وفاء على المسرح وأنا حأحكي معه. حكى مع بابا ما بعرف شو حكى معه، حكى معه وراح بابا. بس أنا كتير خيب لك أملك؟ ما خيب لي أملي، يعني أنا واثقة قديش قوة المحيط، يعني لأنه والدي يعني عاش بفرنسا عاش بالجزائر، يعني إنسان رايح وداير وبيعرف يعني مفروض يكون منفتح يعني ما يسمع لهيك أقاويل. ما هلأ يبدو أنه اللي حكى كتير كان في له هدف، ما بعرف شو هو ولا بعرف. وكيف رجع اقتنع انك تنطلقي بهالمجال؟ هلا اللي ساعدني استاذي انه هلا هي وصلت للسنة الثالثة بقيان لعندها سنة، فسنة واحدة انه لا تروح عليها شهادة. فبداية كانت هيك، وكانت انه نحن عم نشتغل مسرح ما عم نشتغل تلفزيون وحصل. صحيح انه دعاء الام غير مسارك من فرنسا لمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن ما قدر يغير معادلة السفر إلى روسيا لمدة 3 سنين. شو أخذت من الغرب بهالمرحلة؟ أخذت كتير. هو السفر بحد ذاته ثقافة، أنك تتعرف على شعب وتقاليد شعب وأعرافهم، يعني هذا بحد ذاته ثقافة كتير كبيرة. بس أنا درست عند حدا كتير مهم عالمياً، جيورجي ألكساندروفيتش تفستانوغف. يعني الناس كلها بتحسدني على هذا الإنسان. أنت شو درستي بروسيا؟ تدريب ممثل وإخراج. شو مفهوم الانفتاحية اللي أخذتي من الغرب؟ انفتاح؟ هو مو انفتاح بقدر ما أنه يعني هلأ روسيا ما فيك تعتبرها شرق أو غرب، روسيا لها خصوصية حتى بالنسبة لمناخها وطقسها كتير جميلة. هلأ مثلاً أهل هديك البلاد في عندهم غنى ستوفاء، بس النفس الشيوعي موجود بروسيا، موجود اليوم بوفاء مصلي، يعني بيتشربوا الطلاب دايماً بس يروحوا لهونيك. لا لا أبداً بالعكس، يعني أنا وقت اللي رحت كانوا عم يعملوا معامل إلها علاقة بالتليباثي. التليباثي هو التواصل عن بعد يعني، وهذا ما تأكد علمية هذا الموضوع، كان شيء له علاقة بالغيبيات. بس مع ذلك كان بديك الفترة بولونيا وروسيا ودولة ثالثة كانوا عم يعملوا، خاصة بعد راسبوتين وأنه كان يتكهن وكان يقدر يخلي الآخرين ينتبهوا أنه يعني لو صفحة فاضية يفكروا أنه مكتوب فيها شيء وهيك. فكان في اهتمام بهذا الشيء. وضليتك محافظة على عادات البنت الشرقية؟ لا مو عادات، أنا بالأساس ما كان في عادات البنت الشرقية. يعني شو عادات البنت الشرقية؟ أنا ما بقصد بعاداتها أنه هي تلبس طويل وتحط إشارة، لا لا هي مو عادات اسمها، هذا موضوع آخر. بس عادات البنت الشرقية اللي هي بتتزوج تقول أنه لا هذا مثل ما بشوفوني بالمسلسلات ابن عمي وكلمته فوق راسي ومدري شو، لا ما هيك كانت القصة. لكن كانت القصة أنه هي تشاركية، وأنه أنا لازم أكون متفاهمة مع زوجي أكثر ما يكون هو
جميل ولسانه حلو مثلا وكريم، لا، كان في شيء أهم إنه هو يحترمني وأنا أحترمه ونكون نحن اثنين متكاملين، ربي أولادي أنا وياه، نحس بالبيبي هو عم يكبر، تخلق علاقة يعني، ولا مع إنه لا لازم يجلي ولازم يمسح، لا لا لا. مو من وين تعلمتيهم هول؟ أنا تعلمتهم من ماما. ماما بكتير من الأحيان كان بابا الله يرحمه ياخد رأيها بكتير أشياء مهمة جدا جدا، وكنا ننبسط لما ماما هي تلاقي الحل. انعكس هالأمر على شخصيتك؟ يبدو هيك. حلوة فكرة الشراكة. طبعا الشراكة كتير مهمة. وأنا لما بنتي يعني بدأت تنخطب، نايا وتنحب، كنت أنا بيني وبين نفسي، لأنه هي بعمر ما رح تتقبل كلامي، وأنا بعرف دائما. قد ايه كان عمره؟ كان عمره يعني شي 15 سنة، 15 16. صغيرة؟ ايه يعني 15. شو ردت فعلك هون؟ أنا كنت أدعي دير وشي وأدعي أقول يا رب ما تكمل يا رب، لأنه وجهة نظري إنه إذا تزوجت على بكير حيمله أولا، وثانيا رح تختار بدون نضج، يعني هي ممكن تختار شاب حليوة لأنه هي بدها أن يكون أولادها حلوين، تختار وكانت شاب تحت السن القانوني، يعني أنه المفروض هون وفاء الأم تلعب دورة بصرامي بوجه بنتها. حتى لا، ما بلعب بصرامي، لا، حتى لو كان عمرها 18، حتى وهي قاصر؟ لا، ما بلعب بصرامي إلا إذا كان شيء مؤذي كتير 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 مؤذي. بس مثلا بهيك أمور انه اوكي يعني بمشي مع للاخير، يمكن بلحظه من اللحظات، يعني مثلا بتحب البنت انه يكون الشاب اللي هي بتحبه يكون ملفت نظر لكل البنات بس اختارها لها، يعني هذا مو نضوج. وانت كان عندك هيك تجربه؟ كان في هيك تجربه، لانه يعني ما كان في نضوج ابدا، يعني انه ايه طيب اوكي منيح ومنشبه بعض ومندرج بكثير اشياء وهيك، بس ما كان في نضوج من الطرفين، ما كان نضوج عاطفي اكثر. اي عاطفي اكثر من انه عقلاني. عقلاني نحن عم نعمل مؤسسه بدها تكون جزء من المجتمع، يعني قرار اختيار انه يكون عندك بيبي مثلا، هذا قرار كثير مهم، بدك تكون مهيئ له نفسيا وماديا وعلى كل الاصعده، حتى لو قررت انه انا ما اجيب بيبي بحياتي. الله يخلي لك نايا ست وفاء، اكيد رح نحكي عنها بسياق الحلقه، وهلا خلينا نكفي بمحطات مسيرتك الفنيه. واول عمل تلفزيوني لك كان حرب السنوات الاربع عام 1980، خلينا نحضر هالمشهد ومنعلق. العلاقات الاجتماعيه كما افهمها هي علاقات بين اشخاص او افراد. هيدا اول عمل تلفزيوني لك؟ هذا اول عمل تلفزيوني واول عهدي بتكنيك الممثل التلفزيوني، يعني هذا أول مرة أنا بوقف أمام كاميرا، لأنه أنا خريجة مسرح. كتير كان مهم لأنه عمل مشترك مع أخواننا الليبيين، وكان إخراج الأستاذ الكبير هيثم حقي. بس أدي صعب ست وفاء أنه أول عمل إليك ما تصور ببلدك، يعني طلعتي من دائرتك تصور باليونان، حسيتي بصعوبة هون؟ لا لا، ما حسيت، ما أنا كنت بروسيا أصلاً. تقلتي من روسيا على اليونان فورا؟ اي، وغير هيك انه انا مسافره برحله على اليونان يعني قبل، يعني فاليونان بعرفها كنت. الدراما المشتركه ست وفاء ما بلشت من 10 سنين بس، هالمسلسل صار له تقريبا اكثر من 40 سنة وكان عمل مشترك. موضه النجم السوري والنجم اللبناني، ليش هلا وعينا وعم نهاجمها؟ انا بدي اسالك انه انت بتاخذ كل شيء بالسوشيال ميديا صح؟ لا، بياخذوا من نجمات. النجمات من نجمات سوريا ومن نجوم لبنان. في كتير نجوم استضفتهم من لبنان طلعوا معين ظلموا بسبب هالثنائيات، وفي كتير نجمات بسوريا استضفتهم ظلموا بسبب هالثنائيات. أنا بعتقد أنه مو كتار، يعني ممكن تكون حادثة أو حادثتين مو أكتر. أما الأعمال المشتركة فكانت من زمان، حتى قبل ما صير أنا ممثلة كانوا يصوروا بعجمان، أو كانوا صحبي، وبعرف أنا الرعيل الأول، يعني كانوا يتواصلوا مع زملائهم من كل الدول العربية، من مصر، من السعودية، من ليبيا، من لبنان، كلهم كانوا يجتمعوا بعجمان ويلتقوا. فأنا ما بعتقد يعني، وإذا كان خلينا ما نعمم، لأنه هذا الحكي ما كتير صح. طب وبوفاء مصلي شو عملت هالأعمال؟ ما عملت شي، كانت كتير منيحة، وعلاقتي مع
الزملاء السوريين واللبنانيين كتير كتير ظريفة وكويسة. أنت شاركتي بعدة أعمال مثل طريق، صالون زهرة، أناديل عشاء، ولكن ما شفناكي ببطولة مطلقة بعمل عربي مشترك. هلا أنا كانت البطولة المطلقة لما كنت أنا أصغر. إذا بتلاحظ هلا حتى أعمالكم اللبنانية ما في بطولة مطلقة لحدا من عمري، ويبدو لجيلنا، ويبدو إنه بالمجتمع، بكل المجتمعات، أغلب المجتمعات، إنه بس حدا كبير بيخلص دوره بالحياة. مين بتلوم اليوم؟ الكتاب يلي ما بيخيطوا نصوص لشخصيات بأعماركم؟ لا لا لا, لا 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 للمجتمع، للمجتمع. المجتمع هو بينهي دور الجد والجدة. ذكي جوابك. لا مو هو هذا الحقيقة يعني بصراحة. لا دبلوماسية هالقد. لا والله أنا مالي دبلوماسي، مالي أبدا أبدا مالي دبلوماسية. واستنى شوي جايتك بالحكي. تفضلي. مو هلأ، بعد شوي. ما حكون دبلوماسية أبدا، بس هو حقيقة بالمجتمعات بتلاقي إنه الجد والجدة يعني دورهم بيقتصر على إنه يحكوا مع الأحفاد ويحكوا لهم قصص وهيك، وحتى أحيانا بيتدخلوا أبناء الجد والجدة، فلا تعملوا هيك ولا تسووا هيك، وبس يكبروا بيعملوا أكثر منهم. خلينا نحضر هالفيديو من علي. كثيرة البطولة الجماعية تظلم اسم تعود على أنه يكون ببطولة مطلقة؟ لا ما بتظلم، بتغني 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 العمل حسب يعني حسب تشعب القصة قدي بيحمل. لما بتكون قصة كتير كبيرة وفيها شخصيات كتيرة، حلو أنك تجيب عدة نجوم يلعبوها، مش تتكل على نجمين وثلاثة والباقي أنه ناس ما منعرفها، أو مثلاً منا قد يعني قد القصة أنه يقوموا بمسلسل. أنا ضد هيدا الشيء. أنا مع أنه إذا في عمل كبير نجيبهم كل النجوم صف أول، لهيك نحن الدراما تبعنا بتكون ضعيفة، مشان هيك المشتركة عم بتكون قوية. لهذا هو السبب، لأنه عم بيجيبوا أسامي كبيرة، لأنه في بطل سوري في الدراما المشتركة، لأنه في بطل سوري وبطل مصري وبطل لبناني وبطل تونسي وبطل. بس مين قاطف الحصة الأكبر برأيك؟ بالبداية كان قاطف البطل السوريين أكيد، ما هن اللي عملوا لنا الباس لنفوت على الدول العربية بالأعمال المشتركة. إيه طبعاً. الممثلة ورد الخال وبإطلالتها معي بالموسم الأول من البرنامج قالت إنه الممثل السوري هو اللي أعطى الباس للممثل اللبناني لينتشر عربياً، بتوافقي الرأي؟ بتسمح لي أقول لك شغلة نحن منقولها بالعامي. تفضلي. وأنا ما بستخدمها، أنت محراك الشر. صح. طب بالبداية كانت عم تحكي يعني وعم بتقول لا والبطولة بعدين ما في شيء اسمه بطولة. يعني أنا أخذ، أنا كان في مسلسل عطوني البطولة النسائية بحسب مفهومهم، يعني مساحة الدور كبيرة، بس كان في مساحة دور أصغر لشخصية خرساء، فأنا طلبت إنه أنا أعمل هذا الشيء. إذا بدك في ريال بباب الحارة، إذا أنت بتعد مشاهدها بالمسلسل كله 30 حلقة رائعة، في لا تتجاوز، لا حدا ما بيتذكر، لا تتجاوز 40 مشهد. رح نحكي لا عن فريال، جاوبيني على السؤال. لا أنا عم جاوب على السؤال. لا تتجاوز 40 مشهد. إذا نحن الفرق بيناتنا أنه أنت عم تحكي على البطولة بمساحة الدور، أنا مثلا ليس هناك دور كبير ودور صغير، أنا مع ستانسلافسكي من أخلاقيات المساحة، ليس هناك دور كبير ودور صغير، وإنما هناك ممثل كبير وممثل صغير. ليش لحتى يجي منتج ويجيبني على دور مثلا 5 مشاهد؟ السيدة منى واصف اشتغلت بباب الحارة 5 مشاهد فقط، مجعوزة 5 مشاهد. ما أنا ما عم بحكي لما صارت هي مع المقاومة، بس أصلا هيك. باب الحارة يعني كان بطولة جماعية، يعني إذا بدنا نيجي نحسب كل بطل موجود فيه ما كان في بقلبه 100 مشهد. أنت عم تلفي وتدوري. هلا أول شيء أنا قلت لك محراك الشك. هلا بدي أقول لك معدرتك يا لساني يا خزنة دار، اللي كيف معدرتك بتندار، بيجيك من هون بتجي من هون، بيجيك من هون. أنا وياك هيك مقضينا من بداية الحلقة. أنا صاحت لك. الممثل السوري أعطى الباس للممثل اللبناني لينتشر عربيا؟ مو هيك القصة أبدا. عم نحكي أبدا مو هيك. أنت عم بتقول إنه الممثل السوري من البداية ما أنت عم نحكي بقدرة أنت الممثل، أنت من البداية عم تحكي شيء عنصري، عم تقول سوري لبناني. لا ما في هذا الشيء، وأنا أرفض هذا الشيء
قولا واحدا. يعني ما بتأيديها لورد الخال بهالتصريح؟ انت اللي وصلتها لهذا الشيء. انا فيني اعمل مانشيت واقول انه يا سلام قديش جميلة وصغيرة وفاء مصلي، علما بأن عمرها، أنا بوصل حدا، أنا بس بسأل بأن عمرها كذا. فالتعليقات بتجي مو قديشها جميلة، بتجي التعليقات انه علما بأن عمرها. كل واحد شاطر بملعبه ست وفاء، هاي مو شطارة. الإعلام، الإعلام لبنان كانت يعني بالإعلام، يعني كانت الإمبراطورية الإعلامية. كان أي حدا لبناني يطلع يفتح قناة برا وتنتين وثلاثة ويصير رئيس تحرير بأي مكان. بس هلأ الإعلام في كتير عم بيصير مو قضية أصفر، لأنه هو ما بيخصه شخص معين، هو اللي عم بيجيب. طبعاً حتقصها هاي وبتكون قبضاي إذا ما بتقصها. إيه بخليها، أنا ما بقص شيء، خليها. فأنتوا اللي عم تقودوا المتابع وعم بتقودوا الممثلين وعم تعملوا بركان. بس يا ست وفاء، إذا أنت منك جريئة تجاوبي على سؤالي، مش يعني أنا إعلام أصفر، أنا عم بطرح وعم بستطرد من تصريح زميلي إلك. اللي عم تستطرد كانت عم تحكي غير شيء، وبتحداك تعيد اللي حكيته من البداية. الفيديو من البداية لعند ما أنت تدخلت. عيدوا لنا الفيديو. كتيرة البطولة الجماعية تظلم اسم تعود على انه يكون ببطوله مطلقه؟ لا ما بتظلم، بتغني 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 العمل. حسب كرن زميله ورد حبيبتي، بوسات. انت تهربت من السؤال. لا انا ما تهربت، انت بدك تخليني تهربت، انا ما تهربت نهائيا. خلينا ننتقل لمحطه جديده بكتاب الشهره الخاص فيك، وهي مسلسل الطبيبة عام 1988. خلينا نحضر هالفيديو. أنا برأيي تبدو تاكلوا لأنه تأخر كتير، معناته بدي يسهر برا. وأنا برأيي تيجي تادي، خلينا نناقش الاقتراح. شو بدي ناقش؟ مسلسل الطبيبة هو أول عمل خلى أهلك والشارع السوري يعرفوا وفاء مصلي الممثلة. طعم الشهرة لأول مرة قد يكون منكه بالغرور والتكبر. انغريتي بهالمرحلة؟ أبداً أبداً، كنت كتير خايفة. أيمتى انغريتي؟ ولا مرة انغريت. بكل صراحة؟ والله بكل صراحة، والله أنا بحكي بصدق، ومالي مضطرة أنه أنا أكون بموقف المتهمة. خلينا ننتقل لمحطة جديدة ست وفاء، مسلسل أبو كامل عام 1991-1993. خلينا نحضر هالمشهد. المواسير فهمناها، ولت والعجن ورا الباب. شو هذا؟ ولك متأخرة وبدك تعملي لي حديث ورا الباب؟ يا صالح انت ما دخلك. مسلسل أبو كامل كان أول دخول لإلك إلى الأعمال البيئة الشامية، وكرت السبحة من بعدها بهالنوع من هالأعمال. اليوم بكل صراحة بتقولي إنك أنت النجمة الأولى بأعمال البيئة الشامية؟ أكيد لا. ليه أكيد؟ أكيد لأنه في جهابزة وعباقرة ومبدعين، سيدة سامية الجزائري، سيدة منواصف، سيدة هدى شعراوي، وأسماء كثيرة يعني أنا ما بدي أنسى يعني، بس نسيت بصراحة. فأكيد يعني أنا قدامه ولا شيء. ولعلمك لما اشتغلت أبو كامل كنت كمان راجعة جديد يعني، وماني شاغلة بيئة نهائيا، فما عندي مخزون يتعلق بحالة الارتجال إذا بدي ارتجل يعني. فكان بس أبدعتي فيه لهالدور. أنا 3 مرات اعتذرت عن العمل لأنه كنت حس حالي أنه أنا ممكن يكون دروب، يكون دوري دروب. فكنت كل الوقت خايفة وعلى أعصابي لحد ما خلص، والمخرج الله يرحمه ما قال لي أنه برافو ويعطيك العافية وهيك. هلأ بعد هذا المسلسل صرت أنا اختزن مثل أي ممثل بيختزن من ما يراه ويسمعه ويشاهده. صرت اختزن شيء له علاقة بالبيئة بتفاصيله، وصرت هلأ فيني أقول أنه صرت مرجع. ننتقل لمحطة جديدة، الفصول الأربعة عام 2002، وهالعمل يلي حقق كتير نجاح كبير بالعالم العربي، ورغم أنه أنت كنت مشاركة فيه كضيفة شرف، ولكن في فاجعة رفاقتك ما رح تنتسى، وهي وفاة زوج أختك بين إيديك. صح. ورغم هالشيء سيتي على نفسك وكفيتي
التصوير. سردي لي شو صار وقتها؟ اللي صار انه زوج اختي طلبني، ما بعرف انه هو عم بيلفظ انفاسه الاخيره، طلبني وبيتهم قريب علينا، وكان معي تقريبا نص ساعه او ثلاث ارباع ساعه لحتى تيجي السياره تاخذني على السيت. فرحت كان بحاله انه هو عم بيوصيني بابنه وعم يحكي مشان ابنه، وبعدين فجاه حسيت انه عم بيطلع على رجلي. يبدو انه بدات الحاله من انه الرجلين وتطلع تطلع تطلع شوي. فانا كنت قاعده ورا كتافه لحد ما هو سلم الروح الله يرحمه. ضليت قاعده انا فتره مع اختي، كانت اختي كتير كتير يعني مؤمنه، وبتعرف كان معه من الامراض اللي بيقولوا انه هذاك المرض الكانسر، فهي بتعرف هذا الشيء، بس هذا لا يعني انه هي ما حتحزن، وكانت بحاجه انه يكون حدا جنبها. يعني لبين ما انا بدي روح كان اجوا مثلا اخواتي، اجوا اهلي، اجوا اهله. بهي اللحظه لو انا ما رحت الحلقه كلها لي، فبدني يفركشوا. ونحن عن جد في شيء، مثل ما في اخلاقيات لكل مهنه، في اخلاقيات للفن. الله يرحمه ست وفاء، نحن مكفيين نسرد ونخط سوا ابرز اعمالك وابرز محطات كتاب الشهرة الخاص فيك، ولكن بعد اول فاصل اعلاني. مكافيين معكم مشاهدين كتاب الشهرة الخاص بالنجمة وفاء مصلي، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة بلبنان وباستوديو كتاب الشهرة، منورتينا مرة جديدة. ست وفاء، محطة جديدة بمسيرتك المهنية وهي الأشهر إذا بدنا نقول بالعالم العربي وبتاريخك الفني، باب الحارة من عام 2006 لعام 2017. خلينا نحضر هالمشهد. سعاد قالت لك هالحكي؟ ايش مفكرتك جاية من الشارع ومالك ظهر يحميكي؟ لا، تفيق على حالها وتعرف مين مناسبين. فريال خانم، هالشخصية اللي تعتبر الأشهر بمسيرتك الفنية، انت شاركتي ست وفاء أول 9 أجزاء من مسلسل باب الحارة، وتعتبر انت من أكثر الممثلين اللي ضاينوا بهالعمل بالوقت اللي كتار انسحبوا والبعض هاجم هالعمل وبقوة. شو كان الفرق عندك؟ ليه استمريتي فيه وما هاجمتي؟ استمريت لوقت الجزء التاسع لأنه كان هذا مشروع الراحل بسام الملا. بسام الملا بيحب الشام، ولما حدا إجا ويعني وصار المشروع باتجاه آخر فأنا اعتذرت. لما استلمته شركة إنتاج أخرى راضي عن الأجزاء اللي طلعت بعد الجزء والله التاسع؟ والله ما شفتها وبصدق أبدا. لعنة الموت رافقت نجوم باب الحارة، وكان آخرهم الفنان محمد قنوع الله يرحمه. رافقك شي مرة شعور المرتبط بحظ أبطال هالعمل؟ لا أبداً ما فكرت بهذا الموضوع نهائياً. الموت يعني حق ما له علاقة بمسلسل ولا له علاقة بحادثة يعني. ولا مرة تسألتي هلأ الدور على مين؟ يعني شفنا يعني السنوات الصعبة. أبداً يعني نحن كان في عنا زميل مخرج وزوجته سافروا لبلد عربي ومعهم 2 أولاد، سافروا بسبب الأزمة اللي هي موجودة بسوريا، وكان يعني عم بتضرب علينا قذائف، سافروا بهي البلد اللي كانوا موجودين فيها، وقع عليهم تراكس فيدرككم الموت ولو كنتوا في بروجا مشيدة. يعني أنا مقتنعة بهذا الشيء. الموت حق. الممثل ياسر العظمي واللي يعتبر من أبرز الأسماء بالساحة الفنية السورية، كان من أبرز منتقدي باب الحارة والمسلسلات يلي عم تشهدها الساحة، هل ظلمكن بكلامه؟ وجهة نظر بحترمه عليها، لأنه كل إنسان فيه له وجهة نظر. أما موضوع أنه الدراما عم بتروح باتجاه، فهذا الشيء طبيعي جداً ونتيجة كتير طبيعية. كتار من المنتجين وكتار من المخرجين وكتار من الممثلين والفنيين بسبب ظروف الحياة بسوريا سافروا وغادروا، فإجا حدا تاني. هلأ في منهم مستويات كتير جيدة وفي منهم لا، يعني في الغث وفي الثمين يعني. بس ما كان كلامه جارح؟ هلأ وصف البعض بالجهلاء؟
هلا لا يمنع انه في هيك شيء، يعني انا ما لي ضد. بتأيديه بمكان ما؟ يعني بأيده بكل الاماكن، يعني بأيده، يعني انه اثناء عم بيقول اثناء الازمه، يعني عم بيقول انه بهذه الفتره صار هذا الشيء، وهذا طبيعي بيحصل باي مكان بالعالم، باي مكان، لانه بشر نحن. ننتقل لمحطه جديده. أوكي. محطه جديده، مسافه امان عام 2019، خلينا نحضر هالمشهد. شاركتي بكتير من الأعمال يلي حكيت عن الأزمة السورية ووجع السوريين، لا دمعتي؟ دمعت لأنه مسافة أمان كان عم يحكي عن الاتجار بالبشر، وهي كارثة، يعني يعني بكل الحروب بتصير. فأنا دائما كنت أتخيل أنه لما ياخذوا طفل أنه قدي كان بيتمنى لو أهله كانوا جنبه. هذا الموضوع يعني أرقني بصراحة. ست وفاء، الحرب السورية أست قلبك أم كسرته؟ لا ما أست قلبي، بس دفعتني لأنه كون قوية كتير، كان مضطرة لقوة أكتر من اللي موجودة عندي. شو خلتك تخسر؟ خلتني أخسر ربما خلتني أخسر أنه الاستقرار، كنت كتير مستقرة يعني قبل الأزمة. خلتني أخسر أنه ناس أنا كنت أتخيل أنه هن ممكن يكونوا واعيين لما يحصل، أقل ما يمكن أنه ما تنسفك هالدماء يعني من الطرفين. أنا بالنسبة لي السوريين بالطرفين هن سوريين، يعني ودائما كنت أقول واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. قتلت لك ذكريات؟ لا بالعكس. كم مرة كنتي رح تخسري حياتك؟ كتير، يعني أنا كنت صور الحائط اللي أنا عم صور عليه، كنا نصور بمنطقة مستهدفة، فالحائط كذا مرة نزلت قذائف، وكان بالثواني الأولى كلياتنا نوقف بأرضنا، وكل واحد مفكر حاله رح يموت. صاوب يعني هو ما يفكر بشكله، بس إنه للموس ثواني يعني لحيظات يفكر حاله إنه تصاوب. أو مثلاً تسمع إنه بسكليتة مركونة أمام فرن خبز جنبنا، يعني وتسمع يعني اللي يعني قتلوا. فيعني كتير صارت أشياء، يعني لازم الأطراف كلها تفكر، يعني هذا الطرف يفكر بهذا وهذا يفكر بهذا. مثل ما أنت عم تخسر ابنك، هداك عم يخسر ابنه. مثل ما عم تخسر شاب بيطير العقل، هداك عم يخسر شاب بيطير العقل. فأنا من هالمنطلق يعني كنت كتير حزينة. أخذت جوابك، خلينا ننتقل لمحطة جديدة. الزواج ب 13 كانون الثاني عام 1989، أنت قصة حبك مع الدكتور سامر جلعوط بلشت من الإذاعة، ولسنتين كنت عم تشتغلي معه من دون ما تعرفي عن أوروبا. أديها الصدفة لعبت دور مهم بحياتك لتتوج هالعلاقة المجهولة بالزواج؟ علي، أنا بؤمن إنه الحياة إشارات. يعني أنا قبل فترة كان لازم تحليل دم أعرضه على الطبيب وفيني روح لعنده على عيادة. حدا قال لي انه في حدا بحاله او بحاجه انه يروح على هي المشفى، فانا قلت بروح بعمل باخذ التحليل لهذا المكان. عم نشوف صورتك انت والراحل وسيم، صح؟ بتجننوا لابقين كفى. فانه انا بدي اخذ هذا التحليل، فرحت لهونيك كرمال انه نطرح اسمه لانه الدور لل 2025. فبداوا هن انه يشوفوا كيف ممكن. بلحظتها قالوا لي تعي نجرب، شافوني أنا بحالة يرسلها. يعني الحياة إشارات، القدر جابني للمستشفى كرمال أنا يكتشفوا وضعي. سامر الله يرحمه كان قلت لك أنه هو طبيب نسائية، ولكن بنفس الوقت عنده ميول أدبية، فأنا التقيت بسامر بمسلسل اسمه الحب والعبقرية، كان عم يتناول مسيرة العباقرة مثل تشايكوفسكي، هنري تولوز لوتريك، أسماء كثيرة يعني. فأنا كنت أشتغل هذا البرنامج مع الراحل مروان عبد الحميد المخرج، كان يكون هو موجود بالكنترول، والكنترول في بيننا وبينه يعني زجاج، بس أنا ما كنت انتبه، ما أطلع، يعني
يعني أنا كنت أجي أعمل عملية وهيك وأمشي. سنتين اشتغلت معه. كنت مفكرتي رجال كبير. أنا كنت مفكرة من اللغة اللي هو عم يكتب فيها كنت مفكرة شخص عمره 80 سنة. ولما التقيتي فيه أول مرة؟ التقيت فيه لأنه هو طلب أنه أنا أعمل له شعارات للبرنامج تبعه الطبي. فأنا قالوا لي بعدين أنه إعداد الدكتور سامر جلعود. فأنا بدال ما إعداد الدكتور أنا بعرف البرنامج الإذاعي الدكتور سامر جلعود. قلت له وين سامر جلعود؟ قال لي أنا. طلع بوجهك. قلت له أنت اللي بتكتب الحب والعبقرية، أنا مفكرة مكسرة أسنانك وهيك. فالمهم قلت له، وكان يوم جمعة لأنه ماما كان عندها حالة من حالة نفسية عم تعمل يعني عم تاخذ نفس أكثر. قلت له ممكن أطلب منك طلب يعني، واعتبر حالك طبيب، وأنا من النوع اللي ما بقبل يعني لازم أدفع الأجر. اعتبر حالك طبيب وأنا عم بطلب منك ومدري شو إنه تجي لعنا هيك هيك وضع ماما، واليوم جمعة وماما عندي يعني بالكون لازم الكل يعرف يعني مثل ما كل الأبناء والبنات. أنا متأكدة مو عيد الأم فقط، مو مثل عيد الأم، أنا بعيد الأم ما بكتب شيء. فوقتها قلت له، قال لي خلاص أوكي الساعة 5 بتصل على الأرضي، لأنه ما كان في موبايلات، فبتصل على الأرضي. انتظرت للساعة 4:30 5 إلا ربع اتصل، قال لي آسف. أنا قال لي آسف ليش طلبت منه أنا، ليش لو رحت على مستشفى وهيك. فالمهم قال لي أنا بدي أتأخر ساعة لأنه كان أخذ برنامج تاني كتير جريء اسمه استوديو رقم 1. فالمهم قلت له مو مشكلة وكذا، قال لا لا أنا أكيد بدي أجي. وفعلا إجا على الموعد وعمل يعني حكى مع ماما وعطاها دواء وارتاحت دغري لأنه حالة نفسية. غرمتي فيه هون؟ هون مو قضية غرمت فيه، إجا لعنا بس ضل الساعة 5 الصبح. وكيف أخذتوا قرار الزواج؟ هلا بعد فترة هو صار يقرأ شعر وشفته بيكتب دراما وطبيب ناجح. يعني هو اكتشف شغلة لمدير عام التلفزيون، يعني هو صديقه كان الله يرحمه. فلقيت انه هذا الانسان متميز جدا يعني ومطلوب، حتى طلبوه برا يعني. فلذلك انا اكثر شيء عجبني كيف يفكر، وانا مو بشتاق له كزوج بقدر ما انا بشتاق له كزوج وصديق، ونحن اثنين كنا عم نرتقي مع بعض وعم نسمو مع بعض. وإذا كل العالم بتحكي 100 كلمة فقط باليوم، فنحن كنا نحكي 1000 كلمة ونفتح بوابات ونكتشف العالم. إلى أن انتهت هالقصة بأواخر 2001 لما توفى زوجك الله يرحمه. وكمان أنت قسيتي على نفسك ست وفاء مرة جديدة ورجعتي على التصوير بثالث يوم على رحيله. صح. وأغلب الأعمال كانت كوميدية وقتها. صح. شو صار فيكي بهالمرحلة؟ وقتها أجوا زملائي، كنا محافظة تانية، أنا زوجي من محافظة تانية وبعيدة 3 ساعات تقريبا، أجوا رفقاتي وعزوني ونقلوا لي عزاء المنتجين والمخرجين، وفي مخرجين أجوا وبنفس الوقت يعني قالوا لي أنه أنت معك حق 100%، ونحن يعني يمكن عنا مشاهد تكفي يوم، في يوم بدنا نعمل بريك، بس اليوم الثالث لازم تكوني موجودة وإلا ما منلحق رمضان. فأنا هذا الشيء البرد برجع لأخلاقيات الفن يعني، وإنه هو هذا الإنسان توفى وراح لعند ربه، الموضوع أنا اللي بقرره عن نفسي. فأنا نفسي من النوع اللي عندي إحساس بالمسؤولية كتير كبير، ورحت وضليت فترة طويلة عم بشتغل لدرجة إنه أنا يعني تأثرت ومرضت. بشو مرضتي وقتها؟ يعني غدة الدرقية. درقية صح، يلي هي سبب من أسباب أنه أنا ضليت شهر ما أقدر ساوي عملية القلب، لأن الغدة الدرقية كان مرتفعة النسبة يعني كتير كبير. من كتر الحزن؟ لا مو من كتر الحزن، لأنه العملية القلب هلأ عملتها، بس لقبل ما ساوي قال في خطر، في خطر أنه أنا أعملها. يعني هي المفروض تكون بين 0.27 لـ4.5، أنا كانت النسبة عندي 83.1. أف كتير، وخضاب نازل وحديد ما في. ست وفاء، مشوارك مع زوجك كانت ايد بايد، اليوم مين ماسك ايدك بهالطريق الطويل؟ لحد ما بنتي كبرت ماما، ماما قلت لك يعني انسانه قياديه بالبيت. لذلك نحن لما بنرفع لها معنوياتها بنقلها لك يا ماما دفعنا فواتير الكهرباء ودفعنا فواتير الترابيه،
فبتقول ايه انه منيح لانه هي اللي بتذكرنا. وطبخنا مثل ما قلتي انه يوم اكله فيها بندوره، يوم اكله فيها لبن، يوم اكله هيك. فانا لعند ما ماما مرضت وبعدين نايا سافرت، فهي اللي مسكت بإيدي. ما في شك ست وفاء أنه زوجك رحل، ولكن ترك لك ذكرى اللي هي بنتك نايا يلي خلقت بواحد تشرين الأول عام 1995. أنت بهالسنة رزقتي ببنتك نايا من زوجك الراحل، وتحولتي لتلعبي هون دور الأب والأم بعد 6 سنين من ولادة نايا بعد وفاة زوجك. هل حمل كسر لك أنوثتك بمكان ما؟ لألك أنه أنا ما فيني ألعب دور الأم والأب. لكن؟ الأب أب والأم أم. مين لعب دور الأب بعد ما ضروري يلعب دور الأب؟ خلص هي بتعرف أنه هذا واقع وحصل. كيف خبرتيها؟ يعني أنا بمساعدة يعني أولاد أخواتي اللي أبوهم متوفي من أولاد أخواتي قعدوا على اليمين، واللي أبوهم اللي أبوهم عايش على اليمين واللي أبوهم متوفي على اليسار. هي كانت نكتة هي بس هالطريقة قاسية على طفلي. لا أنا مو مقصود الطريقة القاسية، كان في مجموعة أنا متوقع كاتبة سيناريو إنه بعد منا إيه وأحسن ومنطلع وعن نجمة وما كنا حاكيين بالسيناريو يعني. بس هي عملت سيناريو آخر يعني، فاجأتنا بالسيناريو إنه هي لا رفضت تماماً. بس هو نحن كنا عاملين لعبة إنه ناخدها بلعبة، لأنه بنتي كان أغلب الأحيان نطلع على جبل قاسيون اللي نشوف فيه كل دمشق، وكانت تقول بدي سلم عمرها 2 أو 3 وبدي تجيبوا لي القمر. فنقول لها طيب شو رأيك نجيب لك النجمات ونجيب لها زيركون، نجيب لها زيركون يعني هذا موجود بحياتها بالأساس. يعني مو كل شيء بينحكى بتحكي تفاصيله وعلى مدى الحياة. يعني أنا بنتي مرة كان عمرها 3 سنين وكنا بسيارة أبوها ونزل يشتري جاتويات صغار، فهي رفضت تاكل لأنه كان في أطفال فقراء وبدها تعطيهم مصاري وكتير هجموا على السيارة. فهي قالت بدي انزل اشحد معهم. طب أنا إذا قلت والله بنتي طلبت إنه تشحد كلهم بدهم يقولوا معناتها كانوا عايشين حياة كتير صعبة. لا، انتوا عرفوا التفاصيل. باختصار ست وفاء، بنتك نايا اليوم اختارت انها تدرس هندسة وبنفس الوقت اعلامية وممثلة، ما شاء الله متعددة المواهب. هل بتفكري تفرضيها على المنتجين او بتقولي انه هي لازم تشق طريقة لوحدها؟ لا لك شغلة علي، اكثر اولاد الممثلين والمشاهير مغبونين وحقهم يعني مو اخذينه. فأي منتج أو أي حدا صاحب أعمال ما بياخد أولادنا، لأنه بيعتبر أنه عندهم فرص وعندهم حظوظ كبيرة. وأنا ما حأذكر زملائنا يلي أولادهم ضلوا على باب المعهد 2 و3 لحتى نقبلوا أولاد فنانين. يعني نحن بنعرف الحداد أو اللي بيشتغل بالموزيك واللي بيشتغل حفر على الخشب ولا حفر على النحاس، يعني هي مهنة مبدعة وفيها فن، وأكيد الأولاد بيكونوا تعلموا من أهليهم. بس إذا مو أبوهم شيخ الكار هو اللي علمهم، الآخرين ما بيعلمون. فأنا بنتي شقت طريقة لحالة. ونايا قبل ما تطلع كانت بالإنجليش، كانت تعمل إعلامية لمدة 2 بالMTC، وهي وقت اللي كانت صغيرة أنا أخدها، وحتى كان يجي أستاذ يعلمها موسيقى وغناء يعني فوكال، وتعلمت الباقي هي لحالها. نايا اشتكتك بيوم من الأيام عند الطبيب النفسي صح؟ شو أول سؤال سألك يا الدكتور وقتها؟ أنت منيحة؟ قلت له إيه أنا منيحة. قال لي أنت بتحسي حالك مضحية؟ قلت له لا ما بحس حالي مضحية. ليه شكتك؟ مو شكتني، لكن هي كانت تحس أنه في تصرف غريب أنا بتصرفه يعني، ومستمرة عليه من صغري لوقت كبري. هو موضوع أنه أنا إحساسي بالمسؤولية الكبير، وموضوع انه كل شيء الي للاخرين. فدكتور يعني قال لي ما بتحسي حالك مضحيه؟ قلت له لا، لانه ما حدا طلب مني ولانه انا اللي بقدم يعني. فقال لي ليه؟ قلت له ما بعرف. قال لي لك ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي لانك انت فنانه مشهوره، لانه انت اذا بدك تيجي توقفي بالدور فممكن الناس يقولوا لك تفضلي لقدام، اذا كنت بدك تحصلي على شيء بتحصلي عليه بسرعه. فانا فكرت قلت صح، انا كثير بنقهر لما حدا بينادي لي وبيقول لي تفضلي مدام لقدام، بنقهر كثير انه هدول الناس ما عندهم
قرايبين مثلا يعملوا هذا الشيء. فلذلك يعني انا نوع من تأنيب الضمير بحزن وبصير بقدم يعني هذا السبب يعني. وحتى قال لي انه هذا اكتئاب، فقلت له لا هيك بدك تعزمني؟ هل قد قوية يعني. انت لا قوية كتير يعني، مو معقول يعني. فقلت له هل الام تيريزا مع اكتئاب؟ قال لي نعم. قلت له لا، وهل يقتضي هذا اخذ الدواء؟ قال لي نعم، هو دواء يثبط المشاعر. واخذتيه؟ اخذته فترة وبعدين لقيت الحياة مملة بطلت. مع انه هو المفروض الادوية مشان ما السادة المشاهدين يعني ياخذوا فكرة، اي واحد بياخذ دواء نفسي المفروض يسحبه سحب يعني، انه اليوم حبه بكره نص حبه، اكيد من بعد نص حبه ربع حبه عن طريق الدكتور، غير هيك لا. اكيد ست وفاء محضر لك فيديو قبل ما نختم هالمحطه الحلوه، خلينا نشوف شو هو. اوكي. وعندنا كثير صور حلوه سوا، ليش عم تحرميني من انه نعمل هلا ذكريات بهذا الوقت؟ ودائما زياراتك على دبي ما بتكون يعني لإلي، بيكون عندك شغل لحتى تجي. بصراحه انا هي اول مره بحكي، لأنه هذا الشيء ما بتطلبه، إنه الاشتياق والرغبة بإنك عن جد تقضي وقت معي هذا الشيء ما المفروض إنه أنا أطلبه. بس ليش عم تعمليه مثل الحلم المستحيل؟ نايا دموعك غاليين ست وفاء. وأنا ما بدي أبكي، وأنا قلت لك من البداية ما بدي أبكي يعني. أنا ما خصني بنتك اللي طرحت السؤال، وبنتي كانت عم تبكي، وأنا كتير عزيزة علي دموع بنتي. ما بعرف شو بدي أقولك، بس يعني أنا بالبداية حكيت إنه ماما ما لبحاجتي أبداً أبداً أبداً، ما لبحاجتي وإخواتي جنبها. بس أنا ما بقدر غيب عنها، حتى لما أنا بتغيب وبكون بالتصوير أنا بحس إنه كل دقيقة لازم أكون قدامها، لأنه كل دقيقة هي عم تتطور، مثلا عم تتطور انه او انا ممكن افهم شيء يعني، مثل لو طفلك قال اول كلمه بعدين انت رجعت لقيته عم يحكي، فانت ما شفت التطور كيف عم يحكي، كيف مشاعره. كل حدا، انا ما بعتبر ماما مريضه، كل حدا حاله خاصه وبتاخذ فيها دكتوراه عن جد. فانا كثير ملتصقه بوالدتي. وبنتك ما لها حق؟ لها حق بنتي، بس هو الحقيقي انه ببلدنا يعني، الحقيقي انه هي لازم، هي اختارت انه تكون بدبي. انا عندي جذور وعندي ذكريات بسوريا، هذا الجيل ما في عنده يعني. الوطن اغلى من الولد؟ الوطن اغلى من الولد. الام، انا في امي بالنص. اكيد يعني، لولا انه ماما بالنص يعني. ليه ما بتاخديها لامك؟ صعب كتير كتير كتير، صعب فوق ما تتخيل صعب. وانا ما بقول لنايا، انا مو كل شيء بقولها يعني. انا عمليتي تكتمت عليها شهر كامل وما فكرت ولا قلت لها لنايا، لانه نايا بدها بجوز تنزل، بجوز تخسر، بجوز يعني، وهي ما حتعمل لي شيء حتكون عبء علي يعني. هي اجت اسبوع مثل ما انا بعمل مع ماما، نايا قلبت البيت كله يعني، نايا هي اللي بتصمم ديكورات البيت، قلبت البيت كله، عملت البرادي او الستائر عملتهم لون فاتح مشان ترفع لي معنوياتي، عملت قامت مثلا الكنبايات من مكان لمكان يعني. نايا هي اللي بتخليني انه حس بانه انا قريبه منها، لانه بتحب انه انا اكون يعني كعمر، بتحب. أنا كتير من الأحيان يعني بيقولوا لي إنه معقول أنا مالي مع إنه ألبس هيك، بس نايا بتحبه، أنا كرمال بنتي بعمل هاد الشيء. بجملة مفيدة شو بترد عليها؟ بقول لنايا إنه نايا أنتي، أنا واثقة لما كنت صغيرة كنتي تنتقديني بأشياء كتيرة أنا أقول لك إياها، بس هلأ أنتي عم تعمليها، وبكرة لتصيري بعمري وكون أنا بعمر ستك أكيد أنت حتعملي أكثر من هيك، لأنه أنت بالأسبوع الواحد يلي إجيتي فيه قلبتي البيت كله وجبتي حدا يساعدني، حدا يكون معي كل الوقت بس لإلي. فأنا واثقة أنك أنت رح تعملي الشيء اللي أنا عم بعمله، رح تتركي دبي وتجي لعندي. بس أنت منك قاسية على نايا، حتى الذكريات
المؤلمة كمان تخفيها عنا؟ يعني حتى أنت لما خضعتي لعملية قلب مفتوح ما خبرتيها، لأنه كل الأمور كانت عم تمشي بسلام. لو أنا كنت بوقت سيء كان خليتها تيجي تودعني. منك أنانية؟ مو أنانية، أنا بالعكس، أنا كرمال بنتي لأني حنونة، ما بدي بنتي تتعب. وبنتي لعلمك قبل 5 دقائق من تخديري لأدخل على العملية كنت عم بحكي معه وعم قلها أنا بالتصوير وما في تغطية عندي، وبعد ما فقت من البنج خبرت بنتي وقلت لها هلأ صار في عندي تغطية. وأنا من النوع اللي ما بكذب نهائيا. ست وفاء، قيل إنه لما عملتي عملية القلب المفتوح قيل إنه في إبرة كانوا ناسينا جوا أو شيء هيك. مو بالقلب المفتوح. لكن أنا بال2007 نتيجة إنه وضع الغدة الدرقية وممكن تسمن وهيك تنصح الواحد، فعملوا لي عملية، وأكيد في مسؤول بيكون عدد الشاشيات، عدد البلاستر مثلا، عدد الإبر اللي دخلت المقصات. فيبدو أنه هذا يحصل، يعني يبدو أنه نسي أو وعد جوا كتير صعب أنه يشيلوها. وأنا ما حسيت بشي، ما حسيت أبدا بشي، والله دخيل اسمه يعني عمل عليها شي حائط كلسي بشكل أنه هي ما تتحرك ولا تعمل شي، وضلت بمكانها ذكرى. وبعدها ست وفاء، أنت من الفنانين اللي محاضرين قبرن اليوم، صح؟ صح. بتقولي انه انتو الفنانين وتحديدا بالشام بتشتروا قبوركن قبل بيوتكن. لا، مو الفنانين بشكل عام، يعني هي صفة لأهل الشام، لأنه أهل المحافظات كلهم في عندهم مقابر جماعية وسهل هذا بس الموضوع. هالجملة قد ايه قاسية؟ يعني إذا بدك أستاذ عدام بركات الله يرحمه كان معه كانسر، اشترى قبره ونزل بقلبه شاف إذا بيوسعه. هذا دليل يعني إنه يعني شو إيمان الواحد إنه بالنهاية نحن بدنا نموت يعني. طيب ما المانع؟ طيب شو رأيك إنه أحياناً ما بعرف تعتبره مرض نفسي أو غير مرض نفسي، يعني أنا بتطلع على نحن بنسميها ورقة النعوة، ما بعرف شو بتسموها أنت. ورقة نعوة. فأنا بكتب يعني هيك لأنه هاي اللحظة بزمانه جابرييل غارسيا ماركيز بيحكي عن كل شيء بحياته، بس هو كتير حزين لأنه لحظة بعد ما يموت ما حيقدر يحكي عن هاي التجربة. فأنا ما حقدر أحكي، بس أنا مثلاً ما فيني أشوف النعوة تبعي، فأحياناً بخطة. بس أنت كتبتي وصيتك بنقابة الفنانين، صح؟ قبل خضوعك للعملية. كل الفنانين بيكتبوا وصيتهم، لأنه نحن في إلنا مبلغ معين، لمين بده ينعطى بينعطى، وحتى يعني سعد القبر ومدري مو سعد القبر. بس انت طلبت انه تكون جنازتك متواضعه، صح؟ انا لاقول لك شغله هلا حسب ما حصل، اكيد انا بتمنى انه يجوا ناس كتير ويقراوا لي ويكون الجو كتير روحاني، اكيد بتمنى. بس تحولت هاي القصه لشكل اخر، صار المتابعين بيطلعوا شو لابسه فلان وشو لابسه علتاني، ولك وهي حاطه غطا وهي ما انا حاطه غطا، وايه وعم يعملوها شباب ونساء ورجال، يعني علما انه كل حدا بمكان يعني. ايه فانا طلبت انه على حسب طقوسنا، يعني انه بيعدوا اخواتي بالصدر وبيكون في ستاره وبيكون هنيك في صفين، بفوتوا كل ثلاثه بيقروا الصمديه وبيحملوا حالهم بيطلعوا، الباقي قاعدين عم يقروا قران، وحسب كل دين يعني، لأنه عم يصير لغط، عم يصير لغط، ما في روحانية. فأنه يعني هذا الشيء اللي بصير، أنا حابة هي بهي البساطة، ولا بدي إعلام نهائي، مع احترامي للإعلام، بس أنا ما بدي الإعلام، هذا موضوع كتير خاص، بدي روحانية، بدي حدا يقرالي. الله يستجب لك ست وفاء ويطول بعمرك. نحن مكفين بكتاب الشهرة الخاص فيك، وصلنا لفقرة إيل وقال، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير. مكافيين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة وفاء مصلي، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة ست وفاء. هلا وصلنا لفقرة إيل وقال، مقالات، تعليقات، تصريحات انقالت عنك أو نسبت إلك، بدك تردي بجملة واحدة وبكل صراحة.
جاهزة لأول نقطة؟ جاهز. أول نقطة بيقيل وقال: تغيير كبير في شكل وفاء مصلي والجمهور يعلق، رجعت 25 سنة. هالعنوان نشر على أحد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبوا أحد المواقع. بداية هيك عنوان بيضايقك، بيزعجك أو بيشعرك بالسعادة؟ بيضايقني؟ لا لا، شو؟ أولا ما بيزعجك؟ ما بيزعجني. تاني شغلة، هذا أول فوتو سيشن وقت اللي أنا دخلت عالم السوشيال ميديا، الإنستغرام. بفضل بنتك انت دخلتي السوشيال ميديا. بفضل بنتي، وهذا فلتر. بس هيك عناوين كيف بتردي عليها؟ ما برد عليها، ما انا ما رديت بحياتي، ما رديت يعني افتح على كل شيء، ما رديت، وغالبا ما بشوف الناس. بسبب هالصور لاحظوا خسارتك الوزن من بعد خضوعك لعمليه قص المعده، هاد بال 2007. بال 2007 يعني انا كنت عم صور مسلسل نص مشاهده وأنا ناصحة، ونص مشاهده وأنا نحيفة، ودخلوا بقلب بعض. يعني أنا كنت بالبيت ناصحة، طلعت من البيت رحت على تدمر نحيفة، رجعت على البيت وقت اللي عم نصور على البيت ناصحة. يعني من الآخر أنت بتنبصي بس يقولوا العالم عنك زغراني؟ حقيقة لا. تناقض؟ لا، ما بزعل إذا قالوا، وما بنبسط يعني انه يقولوا، لانه انا عمري معروف. ما بتحبي يقولوا انك مبينه مثل اختها لنايا؟ لا ابدا ابدا. نقطه جديده بيقولوا قال: ديانه وفاء مصلي مسلمه ام مسيحيه؟ مقال كمان نشر على احد المواقع. كيف بتعلقي على هيك عنوان؟ يعني انا ما بحب هي العناوين، ما بحبها نهائيا. كيف بتردي عليهم؟ انا اؤمن بالله، وكل الأديان تؤمن بالله كلها. كيف علاقتك بالله؟ كتير قوية، هو سندي ودعمي، وهو اللي بيمدني بالقوة دائما. خلينا نشوف هالفيديو. انت بديع، ما بتآمن بيوم الأيام المتعارف عليه ولا حتى بالجنة والنار، مزبوط؟ المتعارف عليه لا لا، لأنه المتعارف عليه يعني في كتير إشياء محددة، وتغيرت ظروف الحياة هلأ في شكل آخر. إذا بده يصير في قيامة معينة في شكل آخر يتناسب مع الظروف الحديثة الراهنة اللي صارت، جنة الإنسان هي الفرح، الحب، السلام، الكرياتيفيتي، الخلق، هذه الجنة. والنار؟ نار إنه الإنسان يكون عم بجاهل، مش قادر يكون خط مسالم بالحياة، مخه ما عم يقدر يتطور، متحجر. الممثل اللبناني بديع أبو شقرة وبإطلالته معي بالموسم الأول أكد أنه ما بيأمن بشيء اسمه يوم القيامة ووجود الجنة والنار حسب ما متعارف عليهم. شو تعليقك؟ هذا رأي شخصي وأنا مالي دخل فيه. وكوفاء مصلي بتأمني؟ الإنسان لازم يأمن، لازم يأمن. حتى أنا زوجي قبل ما يموت كان كاتب كتاب، يعني مؤلف كتاب اسمه الإيمان. يعني مهم كتير الإيمان برب العالمين، مهم جداً جداً، لأنه الدين هو معاملة، الدين هو أخلاق، الدين هو ضمير، الدين هو دواء، دواء وشفاء. يعني فالإنسان اللي مؤمن يعني بتصرف يكون حقيقي. فإذا أنت بتآمني بالجنة والنار؟ نعم. نقطة جديدة بيقولوا قال: كذبة وفاء مصلي الخطيرة بواحد نيسان تسبب جدلا واسعا، هذا ما فعلته. هالمقال كتب تحت هالعنوان وهو بيتحدث عن مسحة أنت قمتي فيها بمناسبة كذبة أول نيسان لما بعتي صورتك وأنت على سرير المستشفى لزملائك وقتها، مظبوط هالأمر؟ لا، مو لزملائي، أنا بعتها لزميلتي. أوكي. وسكرت موبايلي، بعتها واتساب، وزميلتي سألت المسؤولة بالنقابة رئيسة فرعنا عن صحة الخبر، عن صحة هالخبر. وزميلتي لما عرفت أنه مسحة نزلتها على الفيسبوك مشان تربيني، ونسيت ونامت. ف
فكتير الناس يعني أنا معروف عني إنه أنا بعمل مقالب، صاحبة نكتي، صاحبة مقالب كتير، وهذا الشيء أخذته عن والدتي. صحيح إنه توجهوا إلى المستشفى؟ راحت رفيقتي، راحت رفيقتي وأخذت حدا من رفقاتي لأنه خافت إنه ترتعب أو يصير شيء، فكان عنده عشاء عمل لأول مرة وكان بده يكسب كتير وهيك، راحوا على المستشفى قالوا لهم لا وفاء مو عنا، رجعوا على البيت وأنا فتحت لهم الباب ورفيقتي ضربتني. أف هلأ نقطة جديدة بيقيلوا قال وين ما راح الفنان السوري محبوب وبيزرع البهجة عن جمال الست وفاء مصلي بالعراق الحبيب. خلينا نشوف هالفيديو قبل ما نحن لفتتني هالتغريدة كتبها أحد المتابعين وقال وين ما راح الفنان السوري محبوب وبيزرع البهجة. أدي بتفرحك هيك تعليقات على السوشيال ميديا؟ كتير بتفرحني، بس هون في خصوصية إنه أنا كان صار لي 15 يوم عاملة عملية القلب المفتوح وكانت عم تعزف فرقة تكات اللي أنا كتير كتير بحبها، وما كان في تفاعل كتير قوي، فأنا قمت واضح جدا إنه أنا كرمال إنه يتفاعلوا وتفاعلوا لدرجة إنه ضلت المقاعد تقرب لوصلت لعند الستيج، وواضح جدا إنه أنا تعبت. يعني مرة جديدة عم تفكري بغيرك على حساب صحتك؟ مو على حساب، قلت لك هاد شيء بيسعدني، هاد شيء بيسعدني، سعادة الإنسان بإنه يعطي ويسعد. بس توفاء بيقولوا ورا خلف الابتسامة والفرح في حزن، وفاء مصلي اليوم اللي شفناها عم ترقص على وجعها، أم هيدي بالفعل أنت بروحك الحلوة؟ أنا بحس إنه روحي حلوة وبعد كتير عن الوجع وبرفضه من حياتي يعني قدر الإمكان، وبقول الواقع واقع وقائم، بس فينا نتعامل معه هيك وفينا نتعامل معه هيك، فأنا بتعامل معه هيك. بتخافي من النهايات؟ ما بفكر بهذا الموضوع. فاصل إعلاني قصير ومنتابع. وصلنا مشاهدينا لفقرة الخيار إلك. ست وفاء بهالفقرة رح أطرح عليك مجموعة أسئلة وكل سؤال معه ثلاث خيارات بس، بدك تختاري جواب واحد. أوكي، بس ما فينا ننتقل للسؤال اللي بعده إلا لتختاري جواب. ماشي، قد التحدي؟ بس يعني لا قد التحدي، بس يعني مين قال هيك؟ يعني مين جاب هذا القانون؟ هيدا التحدي، منك حضرتي لي حلقة قبل؟ بلا حضرت. طيب لك، بس خلينا أنا غير نبلش. أنا غير اللي أول سؤال بالخيار إلك، عمل بتندمي على المشاركة فيه؟ الخيارات هني الكارازون، داون تاون، أناديل العشاق. ولا واحد من هدول، بس بندم على عمل اشتغلته يلي هو برنامج اسمه الكاميرا المرئية. أوكي، يعني نحن لعبنا على وتر إنه حتى الممثل بس يكون أمام الكاميرا بيكون كتير خايف وبينفذ كل شيء، فنحن عملنا برنامج بضحك، يعني إنه أنا بقول له إنه عمل حالك قاعد على الحصان ونحن من حركك يعني على أساس أنا جنبك على الحصان، فبيقعد على كرسي وأنا على كرسي وبيعمل هيك، فهي الكاميرا مطالعة الكرسي وإنه عم يعمل هيك، فأنا حسيت إنه ندمت إنه أنا استغفلت المشاهد وما كنت أنا الحق علي، الحق على المخرج والمنتج. والشيء الثالث إنه أنا قبلت، بس كنا نسأل اللي نعمل معه هاد الشيء، وهذا بداياتي. طب وبين هالثلاث أعمل؟ أبدا ولا واحد بندم علي. أي بتحطي واحد اثنين ثلاثة، الثالث منشيله. ليه؟ مضطرين لننتقل لسؤال آخر. بدك واحد انه اقول بندم عليه؟ بين هالثلاث اعمال الكرزو. فاذا الكرزون. سؤال جديد، خطوه وهب الاعضاء بعد الوفاه، مع بكل تاكيد بتايديها، بترفضيها لانك ما بتامني فيها، ما فكرتي بالموضوع من قبل؟ ما فكرت بالموضوع من قبل.
عم تتهربي ولا عن جد؟ لا عن جد، انتو حاطينه خيار فوين بدي اتهرب؟ وندمت يعني. اني حاطط لك هالخيار. خلص ندمت فات. سؤال جديد، تم دعوتك الى مناسبة فنية بسوريا، فبتختاري الجلوس على طاولة مين؟ الأقرب لوفاء مصلي. الخيارات هني أمل عرفة، سلافة وخرجي، أم شكران مرتجى. بعرف إنك بتحبيهم كلهم. ما بروح على الحفلة كلهم. مضطرة. ما بروح، ليه مضطرة؟ مين قال مضطرة؟ هلأ مع مين عبالك تحكي أكتر شيء؟ هيا انتلك إياها. هلأ شكران بتركيا وسلاف جارتي كلهم موجودين بالحفلة. أمل عرفة. أمل عرفة، ليه؟ شو عبالك تخبريها؟ أمل كتير في بيناتنا يعني في تاريخ، رغم إنه هي أصغر مني بس في تاريخ. أنا بتذكر آخر مرة رحنا على الأردن سوا، فهي نزلت متأخرة وعم نستناها، وكنت أنا على بفطور يعني عم جيب لك مثال طاولة مفتوحة، فأنا عملت لها سندويش وأخذته معي وما بعرف ليه. بعدين مثلا بيكون عندها مشكلة فبتجي بتسألني، أو بيكون عندها مشكلة وما بتجي بتسألني. الأقرب إليك هي. إيه ما بتسألني، عندها مشكلة ما بتسألني، بدون ما أسألها بروح لعندها أنا وبقلها. الله يديم هالصداقة. والست أمل يعني ثلاثتهم نجمات بنفتخر فيهم. حسها بنتي أمل. عن جد؟ شو بتنصحيها؟ لا خلص اختيار. إنها ما تطلع بكتاب الشهرة؟ هذا مو لها بس، بدي انصح الكل. طلعوا كلهم. سؤال جديد بالخيار إلك، لربما كنت فكرت بتجميد بويضاتي من أجل، في حال فكرتي بتجميد البويضات، وكتار فنانات أعلنوا عن هالأمر بكل شفافية وصراحة. الخيارات هني أن أرزق بصبي، أنه يكون لبنتك نايا خي سند إلى، أما فكرتي بالموضوع لأنه ما بدك تجيبي بعد أولاد. لم أفكر بالموضوع لأنني لا أريد مزيدا من الأولاد. متعبين الأولاد؟ لا، لأنه يعني أنا ما خرج ربي هلأ. بس ما تمنيت يوما يكون عندها نايا خي؟ تمنيت أخت أو خي، مو شرط يعني. وكان هاد الشيء رح يصير لو لأنه يعني كان بدنا نعمل تباعد بين الولادات وهيك، فكان يعني ممكن. كان ممكن. سؤال جديد، أرفض تأدية دور، أي دور بترفضي تأديته؟ شخصية ملحدة، المرأة اللي بتعشق رجل أصغر منها، بائعة هوى. بائعة هوى. قف دغري. أبداً، مع أنه أنت أديت كتير شخصيات بمسيرتك. لألك شغلة، ايه؟ إذا أنا فريال، أخذ فريال والناس بتخلط بين وفاء مصلي وفريال، فبائعة هوى شو بدهم يعني؟ ما رح يقبضوها جد؟ ولا شو قصدك؟ يعني إذا أنا يطلقوا عليك هاللقب إنه يصيروا يمزجوا الشخصيتين. إيه إذا كنت، لأنه أنا بدي أشتغل عليها منيح، فحصير يعني تتماهى شخصيتي مع شخصيتي. بس كثير نجمات أدوا هيك أدوار وما ارتبطت شخصيتهم. عم تسألني إلي. أنا جاوبتك إنه بعت هوا النجمات اللي أدوا، مالي ضدهم بس أنا برفض. سؤال جديد، عرض عليك بطولة مسلسل رومانسي، فبتختاري هالممثل لتشاركي البطولة. الخيارات هني أيمن زيدان، بسام كوسا، أم عابد فهد. مين في كامستري بينك وبينه؟ أيمن زيدان. أيمن زيدان، فإذا منضوي أيمن زيدان. سؤال جديد، بتقدمي جائزة أفضل ممثلة سورية لعام 2023 لمين؟ كارس بشار، ديما أندلافت، أم أمل عرفة؟ والله كلهم بيستاهلوا. أكيد كلهم بيستاهلوا. أمل عرفة فوراً. كتير متحيزة للست أمل. لا أنت عم تسألني، ما بيصير تجاوب ولا تعطي رأي. حضرتي أمل ببراندو الشرق مع جورج خبز؟ إيه رائعة جداً بالفعل، أبدعوا. سؤال جديد، نجم سوريا الأول من جيل الشباب، حلو هيك تقدمي لهم جرعة حب. الخيارات هني تيم حسن، باسل خياط، أم قصي خولي؟ تيم حسن وقت اللي كان عم يشتغل بمصر وسوريا، الأعمال اللي اشتغلها بمصر وبسوريا. هلأ؟ هلأ هو ممثل جيد بس بمواصفات
اللي هو حتى بعتقد ادعي انه ما بيحبها، لانه كان اول يشتغل تمثيل حقيقي يعني ويظهر موهبته وابداعه. هلا شو قصدك حده موهبته؟ لا مو حده، صار في شيء اهم من شيء، يعني مثل جام بروميير هيك صاروا يلعبوا على جماله اكثر. مانك راضي عن الهيبه؟ انت سالت هذا السؤال وبس. فاذا بدك نضوي تايم حسن، ايه ضولنا تايم حسن وننتقل للسؤال الجديد. بهالوقت تعلني اعتزالك الخيارات هني، لما تلبسي الحجاب، لما تصيري مكتفي ماديا، ام ما بتعتزلي؟ لن اعتزل. حلو، الفن بدمك. سؤال جديد، زلزال سوريا والمغرب واعصار ليبيا هي حوادث ناتجة عن الخيارات هني، الله يرحم كل الضحايا يعني، غضب من الله، حوادث طبيعية، أم نهاية العالم؟ حوادث طبيعية. أنا مالي خبيرة أو عالمة جيولوجيا، ما بعرف. فإذا منضوي حوادث طبيعية. صح. والسؤال الأخير بالخيار إليك، خلونا نحضر هالفيديو ونشوف شو السؤال. ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم بقى كده والحاجات دي، الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حوالين الكعبة؟ السؤال بيقول، لن صدمتي؟ لا استغربت، مو انصدمت. السؤال بيقول، اقتراح لميس الحديدي بأداء مناسك الحج اونلاين هو الخيارات هني، إساءة للدين، جهل بالدين، أم فكرة جيدة وبتأيديها؟ يعني الخيارات ما العلاقة يعني. موقف وفاء مصلي. إساءة للدين. طيب قوليها. فإذا منضوي إساءة للدين، لن صدمتي من تصريحها؟ إنه أونلاين يعني بكرة بصير الزواج أونلاين يعني مثلا، يعني والله كتير يعني فعلا بيصدم هذا الحكي. بتقولي لها تراجع تصريحها؟ لا ما بقول لها شيء، انا بس بجاوب. ست وفاء، وصلنا لاخر فقره من حلقه الليله، وهالفقره محضر لك فيها كم مفاجاه، ولكن بعد اخر فاصل اعلاني. وصلنا مشاهدينا لآخر فقرة من حلقة الليلة، ست وفاء هالفقرة اسمها من الدائرة، محضر لك فيها كذا مفاجأة، وهالمرة رح ترتاح لأنه مش أنا اللي رح أطرح الأسئلة، زملاء، أصدقاء، إعلاميين، ما بنعرف من مين. أوكي. جاهزة لأول سؤال؟ أي. أول سؤال بمن الدائرة من ممثل سوري أنت بتحبيه كتير واجتمعته بكذا عمل، تحديداً بباب الحارة. أوكي. مين بتعتقدي؟ تحديداً بباب الحارة ضروري جاوب هذا الجواب يعني، ما خلينا بعرف، نشوف منه كله أسئلة يعني. مساء الخير، مرحبا عزيزي علي، مرحبا مدام وفاء، يسعد أوقاتكم وأوقات مشاهدينا جميعاً، إن شاء الله تكونوا بخير. سؤالين للمدام وفاء، أول سؤال مدام وفاء، شو بتحبي بالوسط الفني وشو ما بتحبي؟ يعني بدي صفتين، صفة بتحبيها بالوسط الفني وصفة ما بتحبيها. سؤال من النجم السوري مصطفى الخاني، بدك تعطيني صفتين، صفة بتحبيها وصفة بتكرهيها بالوسط الفني. هلا كثير حلو سؤاله بس ما انه دقيق يعني. يعني انا بحب بالوسط الفني أنه ناس إنسانيين مرهفين الحس، صفة واحدة طلب، هيك طلب ومنه هون ليستطرد. صفة بالوسط الفني بتحبيها وصفة لا؟ ناس بينشروا السعادة. والصفة المش حلوة؟ إذا ما كان في وعي فتتغلغل إلى داخلهم الأمراض البغيضة كالحسد والغيرة والنميمة. مع الأيام عم تكتر أو عم تقل صفات السلبية؟ والله ليك مشكلة الاستبيان مو عندي أنا، عند أكثر دولنا العربية، ف
فما بعرف إذا عم تكتر ولا عم تقل. بعتذر. وبمحيطك؟ بمحيطي لا، ما أنا موجود أبدا. سؤال جديد. أوكي. من صحافي وناقد فني سوري. هدول الناقدين الفنيين السوريين بخوفوكي؟ كثير بخوفوك. خلينا نشوف من مين. يلا. بالثواني المتاحة لي أريد أن أسأل، القاعدة الدينية التي تنسحب بأن تكون مرجعا أخلاقيا تقول إذا تصدقت يجب أن لا تعرف شمالك ماذا دفعت يمينك. عندما وصلت المآسة إلى ذروتها في سوريا وضربها زلزال في شباط الماضي، اختارت السيدة وفاء أن تنسجم مع هذه القاعدة، وكنت شاهدا ورأس حرب فيما فعلت. أريد أن أسألها لماذا لم تختر يعني أسوة ببعض زملائها فكرة الأضواء والإعلام لكي تكون محرضا ومحفزا للبقية على فعل الخير. أمنياتي لكم دائما بالتوفيق. أنا وسام كنعان. السؤال الثاني من الصحافي والناقد الفني وسام كنعان. شو جوابك على سؤاله؟ جوابي أنه لا مانع أنه ينحكى مشان يعلم الآخرين ويصير في عدوى، ولا مانع كمان أنه تصير هاي الشغلة بدون ما ينحكى عنها. وأنا يعني آثرت أنه أنا ما أحكي. هيك جوابك على سؤاله؟ أي يعني أنه أنا ما لي ضد اللي حكوا، وبنفس الوقت ما لي ضد اللي ما بيحكوا، وأنا منه ببساطة. خلينا ننتقل على غير السؤال. من ممثل كلنا منحبه. هدوليك ما بتحبهم؟ كلهم منحبهم أكيد. ما تفوتيني يلا. هلأ بالحفاظ بس توافق على إيجي الدور لإلك. من مين السؤال؟ خلينا نشوف. في سؤال دائما بيطرح ذاته، يعني أنه وفاء مصدق أنه ليش ما عم تجي لعنا؟ تعال عنا، نحن على أساس أصدقاء ونحن منحبك وأنت بتحبينا، تعال زورينا وأهلا وسهلا فيك. أمتى ما بتجي؟ أحلى ست وفاء بالعالم. سؤال من الممثل السوري أندريس كاف. أندري وسوسن زوجته سوسن أبو عفار وسوناتا بنته، كتير بحبها العائلة أنا جدا جدا جدا. وهن عايشين حياة زراعية زراعية، يعني كتير مغرية الروح لعندهم، جدا مغرية. بس مثل ما قلت لك أنا كتير كتير ملتزمة بموضوع البيت وموضوع شغلي، ونادرا ما احضر ايفنت مثلا مهم يعني له علاقه مثلا بجمعيه بسمه لمرضى سرطان الاطفال مثلا او هيك شيء، مو نادرا يعني بشتغل هيك شغله. بس كثير انا فعلا صرت حاسه انه مقصره مع نفسي اكثر مع الاخرين. الله يطول بعمر الوالده وتضلك مستمره كمان بمسيرتك ست وفاء. واخر سؤال بهالفقره من ممثله بتحبك كثير. من مين؟ كلهم بيحبوني. خلينا نشوف من مين. مرحبا للجميع، وخص بسلام السيدة وفاء الأستاذة وفاء حبيبة الملايين يلي أجمع عليها العالم كله بأنه هي ممثلة استثنائية. بس في عندي سؤال بدي وجهه للأستاذة وفاء. ليش يا ست وفاء ما درستي بالمعهد وأنت عاملة ماجستير بإعداد الممثل بروسيا؟ يعني ليش حرمتي خبرتك الحياتية وخبرتك الفنية لطلاب عم تتخرج على أيدي معيدين ما بدي أقول عنهم إنه مو مناح، لا معيدين جيدين الأفضل بدفعتهم بيكونوا، بس تنقصهم خبرة الحياة وخبرة العمل. فبتمنى منك إنك تفكري بهذا الموضوع مليا. سؤال من الممثلة وصديقتك كمان سوسن أبو عفار. شو جوابك على السؤال؟ قبل ما أحكي الجواب، سوسن أبو عفار كانت مشروع كوميدياني على مستوى الوطن العربي، لا بل على مستوى العالم، وكنت أنا واثقة مثل ما صباح السالم كانت مشروع ممثلة عالمية. سوسن أبو عفار عم تحكي هذا الحكي مزبوط، بس الحقيقة يعني أنا ما بقصر بأي شاب أو فتاة متخرجين جديد أو جايين جدد على الوسط الفني من أنه أنصحهم وساعدهم. بس أنه أنا أشتغل بالمعهد، أنا من النوع إذا اشتغلت شغلة لازم من A to Z، يعني أنا كرس كل وقتي، وبالتالي ما حقدر أشتغل لا مسرح ولا سينما ولا تلفزيون،
وأنا ما وصلت للمرحلة المادية اللي أنا أقدر أعمل هذا الشيء. ست وفاء، نورتيني بحلقة الليلة. قبل ما نختم هالحلقة الرائعة، إذا بدك تختاري عنوان لكتاب الشهرة الخاص فيك، شو بيكون؟ كل الناس أكيد تقول كتاب حياتي يعني. لا يعني إنه لسه في أشياء كتيرة بكتاب الشهرة، بقيت شهرتي ونجاحاتي من خلال نايا. فالأيام الجاية أي شيء حتسألوني إياها حأحكي عن نايا، لأنه هي استمرارية لألي واستمرارية لنجاحي. زعلتي منها لنايا اليوم؟ لا أبداً، بالعكس زعلت عليها. طب شو العنوان يلي رح تختاري؟ نايا هي كتاب شهرتي بالقادم من الأيام. الله يخلي لك إياها، نورتيني الليلة، شكراً لوجودك. وعذراً إذا كان في بعض الأسئلة اللي زعجتك، ولكن هيدي قصة حياتنا بتكون مليئة بالطلعات وبالنزلات. تسلم. اسمح لي نهايةً أنه أنا أتشكر زينب إبراهيم على الميكاب والشعر، كتير كانوا حلوين وحسيت طالع حالي عمر. تسلم. حسيت حالي أنه ارتفعت معنوياتي، وكنت خايفة على قد ما حلو أنه أنا أفكر بجمالي وانسى الأجوبة. وبدي أبي هاوس كمان أمال اللي طالعة بتجنني كتير كتير حلوة. أنا يعني حتى حسيت وقلت لها أنه التنيات تبع الفستان تبع شيء بيشبه العصر الإغريقي والتماثيل الإغريقية يلي أنا لما كنت شوفهم يعني أو اللي بيرسمهم كنت أقول قديش شاطر يعني. فهي عملتهم حقيقة، واللون كتير كتير والقالب غالب. ست وفاء، شكراً لحضورك، نورتينا بحلقة الليلة. شكراً لكل مشاهدينا. ملتقانا الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقصة نجاح جديدة.